السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة غادي نقفوا على المزيد من الفضائح اللي دارتها الجزائر والبوليساريو في المؤتمر ديال تيكاد سعود في اليابان، ومازال صور جداد ومواقف محرجة جديدة. وغنتكلموا كذلك كيفاش الجزائر قلعات العالم ديال المغربي في واحد المقابلة ديال كرة القدم وشنو دار اليوم المغاربة. إذا في الحلقة اللي دازت وضحنا مزيان شنو وقع وشنو دارت الدولة ديال الجزائر مع مرتزقة البوليساريو، فسلتوا القاعة وكيفاش داروا تشدوا وكيفاش سلتوا ديك البلونكار ولا ديك اليافطة وداروا صمتهم امرهم معروضين وداك الشيء شفتحناه وبيناه بالتصور. اليوم نفس الشيء، هاد البوليساريو اصروا يعني انسيستاو انهم يبينوا بانهم راهم معروضين وراهم جالسين كاين الناس بحالهم بحال الناس وتهما راهم عندهم قيمة وتهما عندهم وجود. فممثل ديالهم جالس كما كتشوفوا في الصور دابا وحط واحد الورقه تما دايرين يعني ريزيرفي، وجا عنده مسؤول اللي مكلف بالتنظيم، احد المسؤولين مكلف بالتنظيم، وجا عنده وقال له تاش من دوله نتايا؟ قال له صحراوي. قال له لا خليك، واش عندك شي راك معروض، يعني حطه في امام الواقع، واش راك معروض حيت كشاف فيه المقومات ديال السليت. قال ليه هذاك الصحراوي جاوبه قال له راني غادي نهضر من بعد، we'll talk later. اذا نفس الشيء عاوتاني عاودها لي، قال له دابا ما كاين مشكل دابا نهضروا، قال له لا خليتها من بعد، يعني تهرب. وانا تذكرت هذه الحاله بحال داك السيد اللي كان سالت في الطوبيس، داك الطوبيس القديم اللي كنا كنطلعوا مع الطوبيس كنطلع للور كنلقاو الريسيفور يعني باش كنخلصوا التيكيت، هو ما خلصش وقف وقال لك الريسيفور كيشوف فيا بحال ما خلصش وانا كنشوف فيه بحال ما خلص. يعني هذاك السيد كيشوف فيه بانه معروض غير سالت، لانه ما عندوش مقومات ما عندوش حتى داك اليافطات البلونكار بحال الاخرين بحالهم بحال يعني الناس اللي معززين مكرمين واستدعوهم يعني بالعز. فكيدير راسو بلي زعما لا حتى انا شوف كيفاش كيدير، والداخل كاين ارتباك حس راسو بانه حصل. اذا خصو يدير خصو يقول له لا من بعد نتكلموا، ولكن علاش من بعد؟ راسو جاوبك، راسو سولك جاوبو ديك الساعه. اذا هنا كيبين بانه هاد الناس هادو يعني راس مالهم هو السليت هو التزوير. ونذكروا حنايا كيفاش دخل بالمطوش لاسبانيا باش يتعالج، ما عندهمش القلب باش يدخلوه بواحد الصفه باسم ديالو الحقيقي وصفه كذا هذه، ولكن سلتوه يعني عطاوه جنسيه جزائريه، عطاوه اسم بالمطوش ودخلوه لاسبانيا باش يتعالج. وهذا كيبيننا بانه هذا الكيان الوهمي هو كاين غير في شكاره، كاين غير في شكاره بحال شي ساندويتش كنجي كنصاوبوه كنقدو كنحطوه. اذا هزو الشكاره كيهزوه وبحال شي واحد عنده شي كومبليكس صغير، شي خيمه صغير كومبليكس صغير يعني شي قيطون باردون شي قيطون صغير كيهزو فيه مشى كيفرشو كيجلس وصافي راه مخيم وراه بخير وعلى خير. اذا هذا موافين بالمنطق ديال المخيمات، مخيمات في تندوف، هذيك هي الفكره اللي خداوها وجاو لتما وهازين داكشي في الشكاره وداخلين بخير. السؤال اللي كيتطرح شنو هو الغرض من هادشي هذا كله؟ شنو هو؟ يعني هنا كيبغيو غير يبينوا عندك الصوره، كيبغيو يربحوا ديك الصوره بانهم راه معترفين بهم الناس، معترفين بهم الدول، وعندهم قيمه عندهم حضور. هادشي هذا هو راس المال ديالهم، وهذا بمعنى انه داك المنظر يعني داك غير داك الفساد غير ديك الزابارونس، وهذا كله كيبين بانه ديك الحاله اللي عايشه فيها الجزائر وعايشين فيها المرتزقه ديال البوليساريو، حاسين بلي في انهم ما عندهم هويه ما عندهم قيمه ما عندهم وزن في الدول، وكيحاولوا ما امكن يثبتوها غير باللصيق غير الصق غير الصق وصافي. What is? Can you give me statement? Are you invited today to the meeting? We'll talk later. Now it's okay. No, later. هذا من جهة، من جهة ثانية فعلا هذا الموضوع خد تعليق كبيرة والجزائريين يعني افتخروا، خاصة ديك فين دخل داك بوصلة وطيح داك الشاب المغربي ديك طيح بديك الطريقة هذيك، الطريقة ديال صحاب الجيدو. وطريقه معروفه بايبون، يعني ما كتخرجش واحد ايبون ما كتهزمو، وسموه مسيو ايبون. نساو بان المغربي كذلك حتى هو في نفس الشيء، يعني هذاك غدروا، وهذا الشيء اللي كدير الجزائر، هذا كتمثل دور الجزائر، يعني كتغدر المغاربه. ورغم انه ذاك الشاب حس بذاك الغدر الا انه شد
داك السيد من راسو راه جيفو وطاح هو وياه وجيفو راه مابغاش يطلقوا حتى طلقوا الناس. بمعنى هذاك السيد هذاك اللي خص يعرفوا الجزائريين هذاك راه الدماء ملطخة بدماء الجزائريين، هذاك راه ثبت بانه في الجناح العسكري في السفارة الجزائرية، بمعنى انهم دوك الناس القتالة دوك الناس اللي كانوا يهزوا الناس ويعتقلوهم ويخطفوهم ويعذبوهم، هذاك الجزائريين دابا اللي كيعتبروه بانه بطل قومي راه هذاك راه دار الفي كما كنقولوا حنايا في الجزائريين، ولا يفتخر اي جزائري انه هذاك الانسان ينتمي للجزائر الحرة. هذا من جهة، من جهة أخرى في موضوع آخر أن في مقابلة الجيش الملكي والفريق الأقبو الجزائري في إطار كرة القدم النسوية في عزف نشيدين الوطني المغربي والجزائري، المسؤول الجزائريين ما طلعوش درابو، ما حطوهش كاع، حطوه غير درابو ديال الجزائر، يعني بمعنى إقصاء المغرب. وهذا الشيء كيذكرنا بالشيء اللي داروا في واحد الوقت في المقابله ديال الوداد مع شبيبه القبائل، شبيبه القبائل فاش ما داروش العلم المغربي وتحتج الفريق المغربي احتجوا على داك الشيء هذاك واضطروا الجزائريين انهم يقلعوا العلم الجزائري. فنفس الشيء وقع اليوم، نفس الشيء يعني بانه العلم المغربي ما داروهش، ولكن اش داروا المغاربه؟ الفريق الجيش الملكي شنو دار؟ مشى لعب كرة لأنه المنافسة كاينة في الملعب، وهزم الفريق الجزائري بأربعة أهداف لصفر، شر هزيمة. بمعنى أنه هذاك الجيش الملكي بينوا الجزائريين بأنكم ما تسواو، ما عندكم ما في يدكمش وما تعرفوش الكرة، ها هي 4-0. وهذا كيزيد يأكد قوة كرة القدم المغربية والضعف اللي كيحس به الطرف الجزائري من ناحية الطرف المغربي، بحيث أنه كلمة الجيش الملكي خلقت لهم الرعد، الرعد رعدتهم ذلك فريق الجيش الملكي، لأن فريق قوي أو تاليا كيذكرهم بالقوات المسلحة الملكية اللي دات الجدار الأمني واللي منعات المرتزقة ومنعات الجزائريين أنهم يلعبوا ويناوروا، وهذا الجيش الملكي هو اللي هزهم من القرقرات. حنا كنشاهدوا انه ذاك الوقت فاش كانوا يدعيوا على انهم غادي يخلقوا الطريق وغادي يديروا وغادي يديروا الجيش الملكي، يالله غير حرك غير المحركات ما دار حتى شي حاجه وهم هربوا وصناد لهم خلاهم داك الشيء سميناهم صنداليستان. اذا شو كله كيبين بالجزائريين، يعني مع الاسف مازالين مخلوعين، مازالين مقفقفين، مازال فوقاش ما كيكون انه المغرب الا وكيتشعفعوا وكيتقفقفوا. وهناك نزيدوا نذكروا الكلام ديال المرشح الحر كيقول لك عبد المجيد تبون اللي راه مترشح للانتخابات، انه كيقول لك ما يمكنناش نتخلاو على الشعب الصحراوي او القضيه الصحراويه، يعني مازال كياكدوا العداء ديالهم المغرب. واليوم كتبلغ 30 سنه نهار فاش غلقت الجزائر الحدود الجزائريه المغربيه، وغادي نخصص لها فيديو خاص وغادي نتحد جميع الادعاءات وجميع الترهات وجميع الكتب اللي كتكتب في الجزائر في هذه المناسبه. وكما كنقول دائما راه ما غايديو غير البرد. شكرا تمامكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.